يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي انضموا معنا لبرنامج صباح الخير. اليوم بدي احكي لكم عن اكله المندي. نحن دائما بنحاول انه دائما كل ما بفوت بقلكم انه انا اليوم بس بدي اعمل لكم اكله كذا كذا وبعطيكم المكونات تبعها. طبعا اليوم رح اخبركم شو بيفيد الدجاج للجسم، بيساعد على بناء العضلات، بتحتوي على السيلينيوم والفوسفور وفيتامين بي 6 ويلي هن متواجدين كمان بالخضار يلي رح نستخدمهم بسلطه اليوم اللي بتحتوي كمان على فيتامين الف او من الا فيتامين يلي بيقوي البصر وبيلعب دور هام بالجهاز المناعي، وبتحتوي على العناصر اللي بتحافظ على النشاط العضلي وبتمنع فقر الدم، وبتحتوي على البوتاسيوم والصوديوم اللي بتساعد في توازن السوائل. يعني اليوم اكلتنا كامله متكامله، ما ضل غير اعرفكم على المقادير. هلا هون اول شيء بالنسبه للسلطه رح احتاج فليفله خضراء، هون عندي خيار بندوره، هحتاج نعناع اخضر، ليمون، زيت زيتون، هحتاج بصل بهذا الشكل، ثوم، وهون في عندي بابريكا. هلا حنروح على المندي، المندي رح احتاج له رز طويل بتمنى، وهون في عنا دجاج، اي نوع طبعا ست البيت بتحتاجه، ممكن تحط فروش كامل، ممكن فخاد، ممكن لحالهم صدوره، وهون في عنا ملح، هحتاج ملون الطعام او اذا عنا زعفران كثير ممتاز، وهون في عندي بصل، سمنة، زيت نباتي، وهون هأحتاج كمية من الباقة العطرية أو نحن بنقلها البوكي غارني، ومجموعة من البهارات هأحكي لكم عنهم. هلأ أنا إذا عندي بهارات، نزلت على البزورية وجبت بهارات المندي، بقول له للزلم أنا بدي بهارات مندي خاصة كان بها، ما عندي وجع بالي أعمل مندي، بفتح أنا هون عندي الكوميدينا وفتحتها وصار عندي هون بهارات المندي اللي هي مثل ما أنتم شايفين هون عندي قرفة، كركم، كاري، فلفل أسود، كبش قرنفل، وهون في عندي شوي من الصبغه، وهاحتاج معهم كمان شوي من الماء الورد. انا هلا عبيتهم لكم. ليش فكرتها فاضيه ونزلتها لتحت؟ انا طلعت هيك انه هي شو عم تعمل هون، طلعت هي ماء الورد. هون شوي رح نحتاج من ماء الورد، وحنبلش نطبق انا وياكم اكله المندي. كثير سهله، كثير لذيذه، ما بدها شغل. اول شيء حضيف هون عندي قطع الدجاج. بدي بس بالسكينه شوي طرفون هيك، بس شيء انه طيب. هلا انا هون الكميه البهارات عندي كثيره، بدي اقسمهم بالنص بين الرز وبين الدجاج، رح اخلطهم مع بعضهم وحط نصهم بس فوق الدجاج بهذا الشكل. ومثل ما قلت لكم ممكن تلاقوهم جاهزين تحطوا هون معلقه وهون معلقه، ما عندنا ممكن تطبقوهم مثلا بطربان كميه منيحه وتكتبوا عليها بهارات مندي. لحط نصهم على قد الفروج تقريبا هيك، بيطلعوا شي معلقه، ما بدي اكثر. مو دائما انه نحن اذا كثرنا كثير بهارات ممكن يعني تطلع اطيب الاكله. هاحتاج شوي من الزيت النباتي، ما بننسى الملح، معلقة صغيرة بتكفينا، ومعلقة من ماء الورد. وشو كمان حنحتاج؟ بس هدول هنين، حقيمهم وحركهم مثل ما انتم شايفين بهذا الشكل. هو لازم ندعكهم بايدينا، بس يلا. هيك. طبعا انا مشغله هلا الفرن على حراره كثير عاليه، بس هلا حنجيب اول شيء البريكس بهذا الشكل، وحاحتاج شوي من المي، بحط شوي هون هيك بحيث ما يحترق عندي المندي، تقريبا شيء نص كاسه بتكفيني. لحقيم الفروج وحطه، طبعا هلا بالفرن انا حياخذ معي ساعه كامله، يعني من هون لنهايه الحلقه اكيد بيكون راح نيفه. هلا هدول هون ححط وحده من اللومي، قرفه، كمان عود، ححط حبتين من الهيل، شوي من الورق الغار، وهيك صارت عندي جاهزه لاني غلفها وتفوت على الفرن. انا هون عندي سلوفان رح فكر عليها، هلا هيك طبعا انا عندي اياه صغير بقى بدي اضطر احطه على مرحلتين، حفكر اول طرف
ومثل ما قلت انا عندي حراره الفرن كثير عاليه شيء 260، انا عندي حراره الفرن 260. عندكم فيكم هلا انا فرني هون بيشتغل بس من تحت، يعني اذا انتم عندكم اياه بيشتغل من فوق ومن تحت، يمكن كمان ما ياخذ معكم اكثر من 3 ارباع الساعه. لحطه بالفرن وبس ترجعوا لعندي بعد شوي انا وياكم بنكمل المندي. يا عيني على المندي. يا سلام، ما هي الشيف عم تحط بهالغار وبهاللومي وانا ورغد عم اقول يا عيني. لا بس عن جد هلا شمي الروايح. اكيد هلا انا بنبسط من شغله واحده، لما الضيوف دائما بيجوا لعنا اول كلمه شو بيقولوا لنا رنا؟ عن جد ريحه الاستوديو، في ناس بتحسي اكلهم ريحته طيبه، يعني صح ريحه طبخ بس طيبه. اي والله الشيطان مدح نفسه، بتعرفي؟ الشيطان مدح نفسه. ايوه هو ليكو قاعد على طول هونيك بالزاويه، هو بينكشني بيقول لي احكي انه مدح يحكي. بلشنا بشعراتك هلا بالطبخه يعني. ما مقدر. يعطيك العافية يا شيف، أكيد نرجع لك بعد شوي لحتى نشوف هيك. لا الجاج بده وقت، بس بده وقت، بس هلا تطبيقة الرز ما ضل علينا سهلة كثير. تمام، شكرا يا شيف لك. يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات. انتم بتعرفوا قديش هيك بفرح وقلبي هيك بيغمروا محبه عن جد لما بطلع عليكم الصبح، لما بتقعدوا هيك بتتابعوني على فنجان هالقهوه وبتنطر طبختنا كل يوم شو عاملين وشو مساويين. اليوم سوينا مندي بطريقه كثير لذيذه، واهم شيء انها سهله ومكونات شوي اقتصاديه. طبعا ترجع لست البيت، انت شو بتحبي تحطي، نوع رز، دجاج، الكميه، لانه كلياتنا بصراحه صايرين عم نعمل هي القصه. كنت قبل وقت عملنا الملوخيه قلت لكم فينا يا يعني نحطها على الوش يا اما فخذ واحد ممكن ندفه، وهيك دائما صايرين. حتى كل البيوت السوريه عم تتبع هذا الشيء لحتى نوصل لمرحله نعمل طبخه وتكفي العائله. نحن دائما هون من هذا المطبخ من قناه سما دائما بحاول اجي لعندكم على البيت، حاول من كل بيت اقدر ساوي لكم اكلات موجوده. فتحنا البراد، فتحنا الفريزر، نزلنا عند السوبر ماركت نلاقي هدول الاشياء موجوده عندنا، يعني ما بدنا نجيب شغلات مهنا موجوده. اليوم عملنا مندي بطريقه لذيذه سهله. حذكر على السريع انا شو ساوي. الفرن عندي وريحه المندي بلشت تطلع. ببيركسه حطيت دجاج، طبعا فت البيت انت اي نوع دجاج بتحبي تحطيه حطيه. حطيت معه كميه من بهارات المندي اللي انتم شايفينها هون. طبعا انا خلطتهم قدام المشاهدين اللي كانوا عم يتابعوني قبل شوي، اللي هن حطيت معلقه كبيره يعني صغيره بس مليانه من فلفل اسود، قرفه، كبشه قرنفور، كاري، كركم، وحطيت كمان ملح مثل ما هن، وشوي من صفار الزعفران بهذا الشكل. هلا حطيتهم كمان شو حبيته. تمام، قلت لكم فيكم تعملوهم بمطربان، قسمتهم بالنص، نصهم هدول نفسهم، حطيتهم فوق الفروج مع شوي من الزيت النباتي وملحتهم، وحطيت شوي من المي مع الباقه العطريه. سكرت عليه على الدائر، بس لا تنسوا نقطه المي بتاخذ معي ساعه هلا من هون لاخر الحلقه، ما شاء الله بيكون راح نيفي على الاخير، لاني انا اساسا يعني قويت تحته. تمام، هلا حنبلش هون بس يعني حط الفيش. شكينا، هلا حنبلش نحط. برجع لإلك ست البيت، انت شو بتحبي تحطي، تحبي تحطي زيت، بتحبي تحطي. هلا ححط هون، حقلي مع هون بصله ونقوي الغاز هيك ونبلش نقلي. طبعا المندي انا لما بقول مندي المندي ما بدها كثير خضره، يعني بصله صغيره مفرومه ناعمه بتكفيني. انا لما بدي اقول كبسه انا بدي بندوره، بدي فليفله، بدي ممكن تحطي اي شيء انت بدك اياه، بس فعلا المندي بتحسي ما بده اكثر من بصله. ممكن تضيفي معه جزر وزبيب، او في ناس بتقول له اشلميش. هلا حضيفه اخر شيء. طبعا في انواع للاشلميش، في منه بزر او لا، انا بحبه بصراحه هذا اللي بنسلقه بيوم هيك بصير مثل طابات الحمص، عرفتوا؟ انا هذا هيك هل تلكم بالكنترول عم بقولوا عن جد طيب، هيك بيفقس بالتم مثل السكر طيب. هلا بس اذا مثلا حاطه فنجان قهوه بحب جيب هذا الزبيب يلي بقلبه هي هيك هيك قرشه، عرفتوها هي القلبه بزر كثير صغيره. طيب هلا انا هون في عندي شوي من الباقه العطريه رح اضيفهم معي مشان يعطوني نكهه كثير قويه. هون ححط ورق غار، عندي قرفه، عندي هيل، طبعا هلا كبش قرنفل انا حاطه بقلبه لهيك انا ما ضفت معه، ورح كمان قلب. يا سلام. طيب هلا شو بدي اضيف هون عندي؟ هون حضيف عندي رز، رز، جزر، بس في نفس الحرفين بقلبه ما؟ حنقيم ونحرك.
حارجع ذكر ستات البيوت ببهارات المندي، ممكن تروحي على البزورية تجيبيهم وممكن نعملهم على ايدنا. فلفل اسود، ملح، كركم، كاري، كبش قرنفل وقرفة، هدول هن ستة عديتهم مع شوي من صبغة، يعني اذا عندكم زعفران بصراحة نحن عنا بالبراد بس ما بعرف ليش ما بستعمله، كل مرة بروح بستعمل هدول عنا ممتاز. ما عندكم ممكن في شيء كمان بقلب البزورية اسمه صفار الزعفران بيجي بهذا الشكل، ملونات، هي ملون طعم، بس حاولوا انتوا ما تكتروا منها لانه هي بصراحة بتضر شوي بالصحة. هلا لحقين ونحرك، وهلا طلعت معي ريحة شو يا حزركم المندي، يا سلام على هالمنظر. الله الله، بالله ما بشهيكم انا. طيب هلا انا هون هدول حطيتهم، رح اضيف عندي شوي من الزيت النباتي، انا بحب مع زيت الطويل شوي من الزيت النباتي مع السمنه. هلا رح اجيب الرز عندي واضيفه فوقهم. بهذا الشكل. طبعا انا هلا حاستنى عليه لحتى يستوي. هلا انا شو بدي اساوي هون؟ رح نملح ورح احط نصبة المي تبعه، بس ما رح كتر ملح يا حذركم لانه هم احلاهم بالكنترول. بيقولوا لي ليه؟ ليه؟ لانه ممكن انتم بالبيوت عم تشربوا القهوه تكونوا ليه؟ ليه؟ لانه بدنا نحط مكعبات من مرق الدجاج، اذا عندكم مرق دجاج استخدموا، وانا شخصيا ما بستخدم مكعبات بالبيت بس مشان تعطي طعمه. هي واحد وهي اثنين. هلا انا بغيابكم في شغلتين رح ساويهم بس مشان اذا رجعتوا لعند المذيعات تعرفوا انا شو ساويت. عندي مثل ما انتم شايفين هلا الرز عندي تقريبا خالص بس على التهداية، رح اضيف عليه شويه مي نصبته، كل كاسه رز بتاخذ عندي كاسه ونص من المي. هلا هديه بس بعد ما قلبه تقريبه كثير خفيفه رح اضيف مياته. رح احط على الغاز عندي هون فحمه، رح احط فحمه، فحمتين مو واحده. بدي دخن الرز واخر شيء وقت بدي اشوي للفروش كمان بدي دخنه للفروش. ضل عندي شغله صغيره، معلش ولو استحملني شوي مخرج. هلا هون انا في عندي مثل ما انتم شايفين قلت لكم عليها هي الصبغه، رح اضيف هون عندي شوي من الصبغه وماء زهر، عفوا ماء ورد، رح قيمه وضيف عليها واخذت هذا اللون اللي انتم شايفينه. الرز بعد ما يتهدى عندي وبعد ما دخنته بحط عليه كم نقطه من هاد وكمان على وش الفروج لحتى يعطيني هذا اللون الاحمر. وبغيابكم كمان حبلش اعمل السلطه الشرقيه اللي هي مكوناتها خس، خيار، بندوره، نعناع اخضر، والبصله لازم تنفرك بالبابريكا مشان تعطي لون كثير حلو، وزيت وحمض. وشو رايكم نروح لعند رنا اللي عامله فيني انه خلص، يعني انه خلص؟ لا لا انا مو خلص، انا عم بستمتع بالروايح، انا اصلا بحب المندي كثير والروايح يعني كلنا هون يعني المدام وانا ورغد كلنا عم نتشهون على الاكل. سلمي بدك اياها حنرجع لك اكيد. يا صباح الخير عن جديد، يعني رنا سبقتني وقالت لكم فعلا الريحه، والله مو لاني انا عاملته بس عن جد من بعيد عم اقول للصبايا انا دقت رهيبه. بتمنى من كل ستات البيوت تجربوا هي الطريقه. ريحه التدخين كمان عطت طعمه كثير لذيذه، ومثل ما انتم شايفين الشكل جدا رائع، يعني عم نعمل صب طبق بسيط وسهل وبمكونات موجوده بقلب البيت، وهذا الشكل النهائي اللذيذ الكربوش جدا. دقتي انت كل وقت عم دوق؟ انا بصراحه ما قدرت، يعني انا وقفت بصراحه انه انا ما بدي دوق بس ما قدرت. انت دائما عم بتدوقي. ايوه هلا هي دوق بس انت اذا شوفيني اذا بدي اكل بدي نص. هو بصراحه الريحه كثير بتشهيه. ايوه عن جد. وانا بصراحه اليوم انا عم اكل مندي بالبيت مع اني ماني مشتهيته بس هلا من الريحه ما قدرتي. وجعتني بطني. ايه ايه لا الريحه عن جد فظيعه، ومثل ما قلتي اي شيء بنعمله بالبيت عن جد بيكون طعمته فيه بركه وقرنه فيه بركه. يعني ماما لما عملت مندي مثلا عن جد ضلينا ناكله على يومين، اما بتلاقي مثلا بالسوق بيعملوا مندي وطيب بس يا اختي ماله ما بتحسي مثل بركه السوق. فعلا عن جد. ايه ان شاء الله هيك نكون عم نقدر هيك نخدم ستات البيوت ونعطيهم افكار لذيذه وسهله. شكرا يا سيدي. بشوفكم بكره على الاكل كمان كثير. طيب طيب مو مبروشه؟ طيب مبروشه. هذيك ميشا يعطيك العافيه. الله يعافيكم صباحا. يعطيك الف عافيه.